المهم طنازة غانغ والقبائل العظمى الكبرى المتابعة لأحسن القناة المغربية اللي هادشي غنقول لكم راه فري، يعني ما كاينش الطنايز ما كاينش الضحك فري. الربندز نسيتو حطيته في واحد السلة، ديك السلة نورمالمون كنحط فيها حوايج ديال الوسخ، ما عرفتش كيفاش توصل تما. جات الوالدة هزات السلة مشات باش تصبن، خشات الربندز وهي تصبنو. ما يمكنش نتسناو حتى ينشف ما غيغيب من الحلقة. سلوك الوالدة ملي كنكون انا مازال معطل برا، نخلي ليه حقه في الثلاجة تيجي وياكلو، نبقى فايقة تيجي وياكلو قدام عينيا. الله يخليك لينا، الله يخليك لينا، واللي مات ليه الله يرزقه الصبر والله يرزقه الجنة يا رحمن ويا رحيم. الوالدة ما تنعش مسكينة حتى تشوفني داخل، تشوفني دخلت وسبحان الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يطولنا في عمرهم يا ربي ويرزقهم الصحة. أحسن حاجة تبدا بها حلقة ديال الطرولات هي هادي. مالقارش كيعلم ولدو كيفاش ياكل بنادم، فاش تشوف بنادم كيعوم سير عندو بالزربة ضرب عليه 10 ديال الدورات عاد هجم عليه. وعلاش ما نمشيش ناكلو نيشان؟ شوف أوليدي أنا وريتك كيفاش تاكلو، بغيتي المهم كاين شي ناس ما كيفهموش باش يعرفوش يقراو العربيه حيت تزادوا في اوروبا. بغيت نشرح لكم، قال لي شوف اولدي انا وريت كيفاش تاكلو، بغيتي تاكلو بالفضلات ديالو كولو، يعني الا درتي عليه 10 دورات غادي يتنقى، فهمتي ذكرى معنا دي التطهير. العرب لا يسمي حرز او محمد صلاح، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم هو فخر المسلمين اجمع وليس العرب فقط. محمد صلاح هو من اوصاك بوضع هذا البوست، الله على اخلاقك يا محمد صلاح. هيا يقسو عنا بهاد محمد صلاح، اخلاقك يا محمد صلاح يا ابو مكه. ما بزاف طرول كثر. بعض الاحيان يكون كل شيء على ما يرام، واحيان يحدث ما هو غير متوقع. المهم هو ان تعرف كيف تحول المشاكل الى فرص. طرول عميق هذا، ماشي كيضحك، عميق فهمتي، العمق داكشي فهمتي، ما عرفتش فين هو العميق حقه ما جبناهش. اللي قلنا محمد صلاح كان حاضر عند ولادتي، الله عليك يا فخر العرب. هي الصراحه راه ما دخلتوش شفتوا واحد صفحات مصريه راه يهرب ليكم وحق الرب. البنات اليوم داروا لي تكريم بمناسبه فوزي بجائزه اجمل رجل في الكون. شحال من وحده تعنبت عليا وطلبتني الزواج، ولكن كنبقى معهم، جمالي ما يسمحش ليا نقبل اي بنت. شدوا الصف، عمرو قاهر الفتيات. عمر والله الا هو بالربع. خاصو هادشي لي كوموندو يبدل الامام. هادي جلسي هادي تا فين جالس الشريف؟ راه بيت الله هذا. واحد قال لي مقدر يكون مريض، اللي مريض يشد السارية باش تجبول ديك البولة اللي حابسة خمسة السوايع. عرفتي هاديك راه من النعم، والله وجيو تحسبوا النعم ديال الله سبحانه وتعالى صعيب باش تحصيوها، والله القاسم من النعم اللي ربي نعم عليك هو انك انت عرفتي. في خبارك كاين شي ناس ما تيقدروش، عرفتي على بغا حاشاك يدير الماء، عرفتي راه ماكينات وروينه كحله والعذاب الشديد، دخلوا اليوتيوب وقلبوا. غير واحد حاشاكم ما قادش يبول كيفاش تيبولوا حاشاكم، فهمتي؟ غير العذاب الشديد. وما كنقولوش حنا الحمد لله يا ربي تسمح لنا، لا اله الا الله استغفر الله. واش من نيتك تطلع وما صح؟ ما بغيت تطلع بالرب. حتى كاين الشباب الشريف قروا العرب، رياض محرز اوهاي، محمد صلاح اوهاي، جمال الفور بندز يس بيبي يس بيبي. ولكن نفضل انني نكون فخر المغاربه وخطا الناس، فهمتي؟ ما يمكنش نكون طناز فخر المغاربه، وما يمكنش انا نكون مؤثر حيت انا ماشي مؤثر. المؤثرين هما اللي كيطلعوا دابا في الطوندونس، اي واحد في الطوندونس راه هو مؤثر كيطرطق مليون جوج المليون. انا صعيب عليا نوصل لذاك النيفو ديال دوك الناس اللي كيضربوا ملايين المشاهدات فقط من تخسر الهضره.
هذوك هما المؤثرين. حنا زايدين في الويب، حنا زايدين في الويب صاحبي، طناز مؤثر ونيتك. ما كاينش شي مغربي قح ما تلقاش عنده شي ضربه هي وشي شي لعيبه هنا، شي ضربه هنا، شي حبوبه هنا، شي خاله هنا. انا عندي خاله واقيله هنا، هنا هنا، وجيت الصلعه تتبان لك بحال مكاك بوطونه، بوطونه تما. عرفت واقيله ديال الغوطي ماغي هذيك. السؤال الذي حير العلماء الأرض، إيوا ها علاش ما بقيتش كنحمل نهضر بميساجات ولا شي حاجة. سلام صافا بخير الحمد لله توا الحمد لله كلشي بخير. إيوا شو باغي دابز ولا شي كيفاش إيوا قلت لي إيوا كي داز نهار بخير الحمد لله راه قلتلك بخير. إيوا احسن حاجه كيديروها الدراهم وكيعوضوها بدابزه. شكون داك اللي دار لك جادو ها باش عرفيها ها 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 باش 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 نلقى حوار. الله يرحم الوالدين. راه ايوا راه ايوا راه حرام، فهمتي؟ حرام تقولوا ايوا، راكم كتحطونا في واحد الموقف محرج. ايوا سؤال محير، لماذا جل الاساطير لا تملك الشعر؟ كنفكروا بزاف فهمتي، والاعمال ديالنا كتطيح لنا الشعر. هذا خدام في البحر الازرق الهندي فهمتي، اعمال عنده ما كيتقاداش. هذا مدرب راه جاب ثلاثه ديال العصبات متابعين. هذا اقوى رجل في العالم، هذا لونطريم وطيحات. وهذا تمار اللي كيضربها في كثره النعاس فهمتي، ما كاين ما يدار. اش راه باش تبقى ناعس؟ ترى تمارة وحق الرب، ترى العذاب صح. اللحظة ملي كتبقى في شي معادلة ساعتين وكتطلع النتيجة غلط، يعني يبتكي ديك تكتي هني 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 بصح ما عنديش مع الماط. انا اشوف كنقولها على الهواء مباشر، من الهواء على التسجيل مباشرة فهمتي. انا مكلخ في الماط، راه ما كنفهم فيه توزة. كيشوفوا ولاد 16 وكيغوتوها لواحد الجو وكيضربوه بالحجر. تحيه لولاد 16 واني ما ضحكتني هاد القضيه ديال الوحجه وكيضربوه بالحجر. ما هاد المعلومه ما عرفتش واش صحيحه ولا لا، ما صار داير بحال الوحش. عليكم بالله، واحد ربح في سباق الدراجات عاطينو زربيه. ومصيبة كون كان شي واحد من اوروبا ولا شي لعبه يعطيو زعما التقاليد المغربيه الزربيه فهمتي، مغربي يعني الزربيه كتباع حدا الدرب عندهم ب 2400، يمشي على الجوطيه ياخذها ب 50 درهم، هو يعطيها 400 كاع ويديها هنيه منه ويديها عاوتاني لافاج باش يغسلها باش ينضيها. هو مغربي يعني من وجهه مغربي، وهاز الرايه ديال المغرب وعاطينو زربيه، يعني ما كانوش معولين على مغربي واقع لا غيديها فهمتي. وتلقى الميزانيه خارج، خلينا ساكتين نبقى نعصب في راسي. اللي حب ربو يضغط لايك ويصلي على رسول الله، يشتركوا في قناتي منزل او كنت خير كون اعتقد سائحتين وليت بطل وتزوجنا وخرجنا من المغرب. خيال واسع عندك. كون مشيتي تعتقد نكون انت مطوق وغادي تسمى مقصر كافر، مقصر بالنصارى، مقصر معاهم ومشى الجهنم عينو محلولين. باش تبقى عاطي الدوران العام كامل وكتجي ليلة ديال البك كتبغي تقرا كلشي دماغك، داكشي اللي كتقرا انت. اخوان حاولوا تستغلوا هاد الايام، راه شهر واحد على الابواب، حاولوا تستغلوا هاد خمس شهور فهمتي، حيت شهر ستة غدوزو ان شاء الله اللي ينجحكم كاملين. حاولوا ما تضيعوهاش، حاولوا ما تضيعوهاش. هادشي انا دوزتو وندمت عليه وما بغيتكمش تندموا عليه. حاولوا الله يرحم لكم الوالدين. ما كرهتش يعني في الاخر ديال العام كلشي كومونتير يا جمال الفا بيبي جبت الباك، هذا ما كاين على عطله مع جمال الفا بيبي ونوجد المستقبل ديالي. انا راه مسالي قبي، خاصك تقرا قام قابل النيان. العيد زيرو ميساج، عيد ميلادك زيرو ميساج، تموت زيرو ميساج، عندك الفيديو ديال شي فضيحه دارت البوز. بغيت نسولكم شنو هي اخر مره دخلتي اليوتيوب اولا جوجل وقلبتي على شي معلومه مفيده؟
اولا شعلت فك ديك العافيه ديال جمال الفا بيبي. لاحظتك عندك الفيديو ديال الباقي ديال بركان. جمال الفا بيبي عندك الفيديو ديال خوتنا اللي تكاو سيحه ندبحهم. ما عمر شي واحد يصيفط لك جمال خويا عندك الفيديو كيشرح النظريه ديال الطق رقصه الطق، ولا جمال عندك الفا عندك شي فيديو كيشرح شنو هو معنى البحر الازرق الهندي. اودي البدائي شخصيا حاجه وحده اخوان، اعتبروني غير كنرول غير كنطنز. بغيت نسولكم، الناس اللي شدوا هاد الناس نورمالمون مخزن ياك شدوهم في الكار، واخا علاش ملي شدوهم الناس في الكار يعني الشرطه اللي شداتهم مخزن يخدم معايا غير عقلك، علاش خلات الشرطة انها صور تنتشر ديال هاد الناس؟ واخا ها نتوما صورتهم ها هي انتشرات، نورمالمون الفيديو كاين في التليفونات ديال هاد الاخوان ديال هاد هاد هاد, 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 هاد الكفارة بالله. ما بقاش نقول اخوان، هاد الكفارة بالله كاع اللي يذبح يذبح يقتل النفس بغير حق هذاك كافر، هذاك داك ماشي منا. الفيديو كاين في التليفون، التليفون شدو المخزن، علاش انتشر داك الفيديو؟ الجواب واضح، السيطرة على الإعلام وعلى الرأي العام باش يتلفوكم. مستر طناز بيبي خدني غير على قد عقلي، يعني أنا كنتسائل علاش داك الفيديو تسرب مع العلم أنه مخزن هما اللي شدوهم وصوروهم وكذا وهاد، علاش تسربوه؟ علاش تسربوه؟ صافي التحقيقات داكشي غيبقى عندكم، غادي كاع تخرجوا الصور نورمالمون شحال من حاجه كنت كنشوفوها، فلان قتل فلان كنا كنشوفو في التلفازه دايرين ليه هكا بالقب وكذا، ما كتعرفش كاع وجهه، ودابا وليتي كتشوف كمات وكتشوفو كيفاش دار والكاسكيطه باش دار داكشي باقا هي هي، ما فهمتش هاد الفيلم هذا، وهاد كاريخون هذا غادي تا هو بالجناوه وداك التخربيق. ما بغيتش نهضر في داك الموضوع، راك تبغي نهضر عليه في تنزانيا، قلت غتبداو تهاجموني وجمال بغيت يدير فيها عميق وكذا. خلي ده كل شيء واضح وكنديروا راسنا مكلخين وصافي. سؤال، اي من الارقام في 2 0 و 2 4؟ ها هي 2 0 و 2 4. ها 2 0 2 4 2 0 2 4. اخويا اسمح لي اخويا، ما قبلت والو هنا. اثنين صفر واثنين اربعة، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، ماشي اربعة ولا اثنين اثنين واثنين اربعة، فهمتي؟ هذا هو الجواب الصحيح. وما نعرف شيش بس انا عرفتو من جلابتو، عرفتو من جلابتو، ماشي طامع في الجنة، صافي لصقات ديك الجلابة، دابا الجلابة ولات حرام، حرام نلبس انا هذا اللون هذا، نلبسو هذا ونخرج مع الصلعة الجميلة ديالي. ها هو رقي ديال بركان، ها هو جدينا، ها هو ولا ماشي هو؟ عوينات، حجبان، الشعر، والله إلا هو، فاش أمك كدير البيصارو حتى واحد من خوتك مكياكلها. أش دخل كمالتي في أسبوع الفرس؟ أش دخل كمالتي هنا؟ ما عندها حتى معنى وما. المهم اخوان سالات الحلقه ديالنا، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالنا، ان شاء الله الاسبوع المقبل اللي بغيتو راه غيحضر معنا الربندز، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.